السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بألف خير ان شاء الله يا ربي. جمعة مباركة، الله يدخل عليكم باش ما تمنيتو ان شاء الله. كنتمنى في هاد الدقيقة تنزلوا ديروا لي اشتراك. مهم اليوم جيتكم باش جادين ان شاء الله يا ربي. انا وعدتكم قلت لكم يعني نعمل لكم ماسكات لانني جربتهم شخصيا وعطوني واحد النتيجة نشاركهم معاكم. المهم اليوم جيت نهضر لكم على القهوة، وما ادراك ما القهوة. المهم انا شخصيا جربتها وعطيت كتلقى واحد النتيجه زوينه بزاف. المهم تاخد القهوه ما حتاش تسيبي ولا شي حاجه، ما كنقول لكم عند لكم ماسكات اللي عندكم متوفره في الدار. المهم القهوه تاخد القهوه ما تسيبيش، خليه عاد جيبي عاد ديريه قماش اليدين قماش الرجلين حتى الجسم ديالك كامل. تمشي للحمام مثلا غسلتي ساليتي تشبري ديك تاخد القهوه اللي بقى عندها في الجسم ديالك كامل بحال اللي كديري القماش، ومي عاد تشلي كيعطي بحال كيزيد البشره وكيعطي واحد اللمعان واعر. انا يعني جربته يعني كيعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوا، نوضوا دابا عندكم القهوه عند انا عارفه في جميع البيوت ضروري ما يمكنش ما تكونش القهوه حيت هي بلية. المهم كنتمنى كاملين بكم تنوضوا دابا في هذه الساعه اللي عندكم القهوه وجربوه وتردوا عليا. والله الا زوين. ها هي اللي كتكون كتشبري يعني المقدار اللي ديري في يدك، انا يدي باقا فيها الحنه. كديري بحال قوماج بحال هكا كتبقى تدوري على يدك كلها بحال هكا قد دوري مزيان بحال هكا قوماج بحال اللي كتنقي البشره دهنيها في الجسم كامل. ما نكذبش عليكم كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. كتخلي واحد شويه وكتغسلي يدك. جربي وردي عليا. كنتمنى هاد الخلطه تعجبكم ان شاء الله يا ربي، وردوا عليا في الكومونتير، وكنتمنى ديروا لي جيم ودقوا على الجرس. كنت معكم بسمه شانيل، شكرا.